محاضرة رقم 2 استكمالا لمحاضرة أسس التربية. وخلاصة القول أن أسس التربية تسعى إلى فهم التربية في كليتها الإجمالية وتفسيرها بواسطة مفهومها بصورة عامة، وتتولى قيادة اختيارنا للغايات والسياسات التربوية. فهي تتضمن إذن تطبيق الفلسفة الصورية على ميدان التربية. النقطة الثانية أن أسس التربية عبارة عن الإطار العام من الآراء والمعتقدات الفلسفية التي تدور حول الإنسان وحول العالم الذي يعيش فيه، والتي توجه عملية تربية هذا الإنسان وتوحدها وتحدد أهدافها ونشاطها. إذن تكون الفلسفة وفلسفة التربية والخبرة الإنسانية مكونات ثلاثة لكل واحد متكامل. النقطة الثالثة، فلسفة التربية تساعدنا على تطوير نظرتنا للعملية التربوية، وعلى توجيه مجهوداتنا وتنسيقها، وعلى تحسين طرائقنا وأساليبنا في التدريس والتقويم والتوجيه والإدارة، وعلى رفع مستوى معالجتنا للمشكلات التربوية ومستوى تصرفاتنا وأحكامنا وقراراتنا. وهذا يلزمنا بضرورة العودة إلى المعيار العملي للتأكد من نجاح أو فشل فلسفة التربية في فشل فلسفة تربوية ما. ما أهمية الثقافة؟ أو عفوا، ما هي الثقافة؟ الثقافة مصطلح ابتدعه علماء الإنسان الأنثروبولوجي، ويستعمله في الوقت الحاضر علماء الاجتماع بصفة أكبر، وذلك نظرا لارتباط الثقافة بالميدان الاجتماعي أكثر من أي علم إنساني آخر. لما للثقافة من أهمية في حياة الإنسان كعضو في المجتمع؟ وقد عرفت الثقافة من قبل تايلور، وهي كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في مجتمع الذي يتكون من عناصر لا مادية وزائدا العناصر المادية. وعرفها روبرت، هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بتعلمه أو نمتلكه كأعضاء في المجتمع، وهي عبارة عن صيغة تأليفية لعناصر عقلية وأخرى مادية. وسوف نتناول في المحاضرات القادمة لأسس التربية، وهي الأساس الثقافي والأساس الاجتماعي والأساس للمعرفة العلمية. وهذا لا يعني أن ليس هناك أسس أخرى للتربية، بل هناك أسس أخرى لها كالأساس التاريخي والأساس النفسي والأساس الاقتصادي إلى آخره.